حلبية الأصيلة من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن، انطلاقة شوطنا 13 والمخصص للإبكار. هناك أيضا جائزة هذا الشوط تويوتا كلوزر بيكاب هنا لصاحب المقدمة والصدارة، ما بين هالشعارات ما بين هالأسماء المتقدمة الباحثة عن الانطلاق الأول الباحثة عن الناموس. هنا عمالقة وكبار هنا يتصارعون من اجل الناموس. اسير مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام الى مقدمة هذا الشوط والى المركز الاول. متعبة خليفة بن علي بن بخيت المسافر الاكتبي يتقدم على الصدارة، بينما انتقل مباشرة مع هذه التسلل والكم الهائل هنا من هذه الشعارات المركز الثاني في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام وصول من الشاهينية عبد الله بن محمد بن سعيد بن محسن يتواجد على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع اللي دخلت هنا على ايضا المركز الثالث، الوصول من معزة سلطان بن ظافر بن عبد الهادي يتواجد وينطلق وماخذ الزاوية بحاله على المركز الثالث. اتابع هناك الغدوم، اتابع القدوم والوصول من هنا الشاهينية عبد الله بن محمد بن سعيد آلف هيدا يتواجد، ولكن اتابع الوصول اللي واصله سلهود علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي على المقدمة تتسلل، وهناك ايضا الوصول مشاهدينا مع شقرة راشد بن خليفة بن راشد المهيلي يتواجد. ولكن يا سلام يا سلام، اختلط الحابل بالنابل مع هذه الاسماء. هناك الحاكمة عبد المحسن بن علي بن مبارك العجمي، ولكن تكفى يا ابو حياب تكفى يا ابو حياب، قدمنا شوي هنا. انتابع المركز الثاني، الوصول هناك ايضا والتقدم من راهية وصول من محمد بن عمر بن مخيط بن عمر المنصوري، خذت المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول هناك ايضا والتقدم ما بين هالاسماء ما بين هالشعارات الواصلة. هناك ايضا شقرة راشد بن خليفة بن راشد المهيري، ولكن انتقل مباشرة مع شعار البرنس هنا يتواجد يا ابو هزاع، شعار البرنس في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، النشمية جار الله بن حمد بن محمد بن عقيل النابت. ولكن المركز الخامس هنا الوصول من هملولة، دشت معاهن واسمها هملولة تتواجد على المركز الخامس. محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري يتواجد على خامس التحديات. هكذا النتيجة هكذا النتيجة، أعود إلى البداية أعود إلى الصدارة والمقدمة. راهية راهية راهية، اسم على مسمى، محمد بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري على المقدمة. ولكن بدأ التسلل هناك من الحاكمة، وهي حاكمة في هذا الشوط حتى هذه اللحظات. هذه الحاكمة على المقدمة عبد المحسن بن علي بن مبارك العجمي. الله، ركز يا العجمي ركز يا العجمي، يا هي شعارات قادمة في هذا الشوط اللي هي بلبلة البلبلة عواصلة على المركز الثاني. سالم بن خليفة بالسود الدرعي غادم بانطلاقة بلبلة، ولعت ما بين هالشعارات لمن ناموس هذا الشوط. الناموس يحتار، وصل الابلس هنا ويسير بهذه النجمة البيضاء الذي بداخلها الف ناموس وناموس اللي واصله. هناك النشمية جار الله بن حمد بن محمد بن عقيل وصل على المركز الثالث. اتابع المركز الرابع، هملولة هملولة هملولة، محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري خذ المركز الرابع. اتابع 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 هذه الشعارات، الوصول هناك من فزعة علي بن مسعود بن هادي الف هيده المري على المركز الخامس. اعود الى البداية هنا، اعود
يعود إلى الصدارة. صراع من صراع ميدان الشحانية، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، المثير، المثير. بدينا بالهبوط التدريجي نحو خط النهاية. السيارة تحتار، السيارة تحتار. أعود إلى البداية هلولة، إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول في هذا المسار. السبعمية متر، السبعمية متر. تسلل هناك أيضا، تسلل آل فهيدة بانطلاقة فزعة، فزعة، فزعة يا أبو مسعود، فزعة يا أبو مسعود. على البداية هلولة ينطلق بفزعة. الخمسمية متر الأخيرة، الله الله. السلامات، السلامات في هذا الشوط. سلام يا المملكة، سلام، سلام إلى المملكة، سلام، فسلام إلى أيضا الجزيرة بالتحديد، أيضا ميدان الجزيرة هنا من ميدان الشحانية يعبر الحدود إلى ميدان الجزيرة. علي بن مسعود بن هادي آل فهيدة المري بانطلاقة فزعة. تهانينا، تهانينا للمحبين والمشجعين والمسايرين لانطلاقة فزعة. تهانينا يا أبو مسعود على هذا الفوز هنا، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وصول الله ايضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من بلبلة سالم خليفة بن السيد الدرعي، واللي اخذت المركز الثالث وصول ايضا وتقدم من النشمية جار الله بن احمد بن محمد بن عقيل، واللي اخذت المركز الرابع ايضا وصلت ايضا دانا سلطان بن خلفان بن موسى بن احمد الهاملي. والمركز الخامس ايضا لحظات وصول مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح بن سعيد السعدي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا لعلي بن مسعود بن هادي آل فهيدة المري ايضا ايضا فوز فزعة. وتهانينا هناك ايضا لأهالي المملكة والتوقيت الزمني، التوقيت هناك ايضا لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية هنا ايضا قاطع الخمسة كيلومترات. سبعة دقائق 28 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسيد علي بن مسعود بن هادي الفهيد المري، واللي خذت المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك أيضا كان من نصيب أيضا تحدي وإثارة بالبلاغ سالم بن خليفة بن السيود الدرعي، والله يقول حق قدمت العرض الجميل. سبع دقائق وأيضا 32 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية. سلام لدولة الإمارات أيضا فايز بالمركز الثاني. بينما أنتقل مباشرة مع المركز الثالث هنا ايضا وصول من النشمية، هذا هو شعار جار الله بن حمد بن محمد بن عقيل النابت. والتوقيت سبع دقائق 33 ثانية، ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هنا.